صبريار صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. السلام عليكم. قال لك ثم نائب في مجلس النواب طردوه. نائب منتخب اي صحته والله. ثم نائب جاته النوبه قالوا له ربي نوب. هاك حكوا عليه في جريده شروقي. قال لك الراجل هذا كان يخدم في القنصليه في ايطاليا، وحسب الجريده الاخ عنده قضيه نتاع اختلاس قريب النص مليار من قنصليه باليرمو. والله الجريده يحكي خويا. نائب بنوب في شعب الحت كمل ضربهم في العت. ما هكا صحتوه. صحتوه. حجبوا له الشهريه قال لك من 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 ماي، وشطبوا له اسمه من قائمه النواب نتاع المجلس من غير لا علموه لا بلغوه لا نوهوه لا انذروه. قال لك الراجل قاعد يبحر في باليرمو غاديك، كلموه اصحابه النواب قالوا له اسمع، وقال صحتوك. جاي يشوف في اسمه في موقع البرلمان يلقى لا اسم لا صوره، وزيد خطفوا به الدور. حتى بعثت كتلته مراسله هي الرئيس المجلس تستفسر يا اخي، لا جاهم جواب وخلاهم باراليل مع الباب. والراجل راهو كان نائب، كان نائب بقدر وقيمته في 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 المجلس، مكلف بالعلاقات مع رئاسه الجمهوريه ورئيس الحكومه القائمه. يا اخي طلع ديجا علاقته بالقنصليه سافا با. ولو عملوا لمع على الضيق في المجلس، لكن بعد ما خرجت الامور القضيه ذي وكذا عملوا لمع على الضيق في المجلس، وقال لك اسم النائب هذا يلزمنا نعاقبوها. اي قالوا كيفاش نعاقبوه؟ اش يقول القانون لهنا؟ جاوا يشوفوا في الدستور ما لقاو شيء، جاوا يشوفوا في القوانين ما لقاو شيء، في المعاهدات الدوليه ما لقاو شيء، في القانون الداخلي ما لقاو شيء. ولا قالوا تعرفش كيفاش؟ اي برا نطردوها. اسالي برا نطردوها كاو يا ولدي. قالوا له كيفاش نطردوا نائب منتخب بالشعب؟ مين يجي طردوا؟ قال لك طردوا، وكان يحب الشعب يرجعوا يا من حياه الانتخابات الجايه. هو النائب هذا قال لك كان يخدم في القنصليه نتاع باليرمو، وطردوا رفيق عبد السلام عام 2012 كي كان وزير خارجيه، وما تجمع الى النخاع الابوك. الراجل الابوك مشى في حمله التطهير اللي عملتها النهضه والثوره. شوف الدنيا كدور. اخي عدي هالم طرد تعسفي ورفع قضيه بالقنصليه نتاع باليرمو، وطالب بتعويضات من الدوله التونسيه بقريب نص مليار بالتونسي. ما هو ميسي نتاع الدبلوماسيه وكلفته غاليه، راهو شبيك مالها نص مليار الراجل يتكلف، وشاكي بينا للمحكمه الايطاليه يحب على فلوس التعويضات. قال لك هكا خويا موجود في العقد، خويا هكا تخرجوني تعطوني التعويضات. هو نائب في البرلمان التونسي، السيد يخدم في الدوله في تونس وشاكي بالدوله في باليرمو. يعني عباره واحد مستدعي لحنتك ياكل قدامك في الكسكسي بالزبيب، انت تتلفت ويهز التليفون يكلم الحاكم يقول لهم ايجو راهو الشراب يدور. اخويا حقه الراجل شبيك يا اخي، مالا طردوا كاكا؟ ما هو ما يخلبك كان اللي يقول لك اخويا اعطيني متاعي. اخويا قالش الراجل يا اخي كي رفع قضيه في القضاء الايطالي، المحكمه حكمت بالتعويضات لصالحه في الابتدائي، والدوله مشات تجري صبت له الفلوس، ونفس المحكمه حكمت لصالح الدوله في الاستئناف. هذا قالوا له رجع الفلوس، قال لهم الفلوس عاد ترجع لكم في الجنه ان شاء الله، في الجنه. هذا قالوا له فلوس الدوله ودي، والمحكمه حكمت حكم نهائي لصالح القنصليه التونسيه. قال لهم اخويا انا من الحكم الابتدائي صرفتم الفلوس هكا، هاي برجولي دكدكتو، والتعويضات اخلاقيا ما ترجعش اخويا قلب، والغرامه حرام، كان تقبلوها اخويا غرام على رواحكم، ما نقبلهاش على روحي. هذا قالوا له راجع الفلوس، قال ربي نوبك. اخي صحتوه مجلس النواب. هكا فسخوا اسمه من قائمه النواب في المجلس. شبيك التعويضات فسخت احزاب باش ما تفسخش نائب وحده. يعني عملوا له الطرد التعسفي من القنصليه، ضرب تعويض باش تر مليار، تو بالطرد التعسفي من البرلمان يظن ما يفكناش من زوز مليارات. هاو خلق الثوره اخويا كيفاش نجم يكون؟ كيفاش الناس تعرف تخلق الثروه؟ زوز طرد تعسفي تولي من رجال اعمال. ونائب هذايا راه طلع نائب في برلمان 2019 يا اخي تحل البرلمان، زاد طلع نائب في برلمان 2022 يا اخي تحل عليه باب بلا. وحسب المقال قال لك السيد غادر التراب التونسي عنده شهر تحت حسم السي من غير ما يعلم السلطات. قال لك الباري شمها باش تتبلبز يا اخي، خلى لهم الحصانه والمجلس والكتله والمنحه، وقال يا طلياني. اما كذب الخبر هو، لا قال لهم هذه حكايه اني خرجت من التراب التونسي كيكا خلصة، لا ثماش منها. قال انا الجمعه التالي كنت في تونس وما عندي حتى اجراء حدودي ضدي. هو بيناتنا كانت تحيرت القضيه في المجلس الاسبق، راهو ضرب الفلوس والحصان والشهريه والتعويضات، وزيد يقعد يسن في القوانين على عجله لغاديكم يدور بحد. اما يولي ربك توا الحاكم الواحد ما يحبش الواحد يتحكم معاه. هذا قالوا له يا نائب اما خير ترجع الفلوس وترجع للبرلمان، ولا تخلي الفلوس وتقعد في الطليان؟ قال لهم برجوليه
بلادي واحد. قالوا له يعني باش ترجع لبلادك؟ لا لا، قال لهم مش خلاها واحد. وانا هاني صابر وبرا.